أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ورد قول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقول يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا بعد الصلوات الخمس؟ لا أعلم هذا تخصيص، يعني تخصيص هذا الذكر بعد الصلوات الخمس لا أذكر له دليلا. أما أنه يقول من غير تخصيص لوقت فهذا شيء طيب. نعم.